أعلم. طيب مين معايا تاني؟ معايا إيمان. إيمان ألو. ألو، إيمان من الأيوبية. اتفضلي يا إيمان، أنت معانا، اتكلمي اتفضلي. ماشي، لو سمحت يا دكتور، أنا كان متقدم لي ابن عمي، وكنت يعني صليت استخارة وكده، وحلمت 3 أحلام. أول حلم إن أنا كنت بلبس ذهب في الحلم، واحدة زميلتي اللي كانت بتلبس ذهب والناس كانت بتبارك لي أنا. تاني حلم، حلمت إن بابايا ان صاحبتك كانت بتلبس الذهب والناس بتبارك لك انت. ايوه. وتاني حلم، حلمت ان والدي المتوفي جاي لي في الحلم بيطبطب على ايدي ومبتسم ولابس عبايه بيضة، وعمي بيتوفي، بس عمي ده هو اللي ماسك يعني الامور بتاعتي، انا المسؤوله عن جوازي وكده، وعمي ده كان بيموت ولابس عبايه سودة. ايه؟ قولي الجزء ده كده تاني. الحته الاخيره بس يا ايمان. عمي كان بيموت، اللي هو المفروض بقى ماسك، من هو اللي هيجوزني وهيقف معايا وكده. هو في الحلم، لكن في الحقيقة؟ لا، هو عايش في الحقيقة، هو اللي هيجوزني. ده حقيقي. أبويا هو اللي متوفي. أو في الحلم بقى. اتفضلي كملي. تمام، وصلت. بس عمك كان عايش في المنام. في المنام. عمي هو اللي كان ميت. ميت في المنام، لكن في الحقيقة هو عايش. هو عايش. الحقيقة هو عايش. كملي أكملي. تمام. تالت حلم بقى حلمته، ان والدي برضو جالي لابس جلابيه بيضة، وادى ماما فلوس، ماما ادتني الفلوس دي وناس بتبارك لي عندنا في البيت تحت. طيب انا مش عارفه، وانا كنت متردده ان اوافق عليه وكده، لاني يعني كان المفروض متقدم حد تاني، بس مش هيقدر يتقدم غير بعد ما اخلص امتحانات وكده، فانا المفروض ان انا هنتظره، وابن عمي دلوقتي اتقدم، فانا محتاره مش عارفه هعمل ايه. بصي بقى، اولا موضوع ابن عمك ده انا شايفه ان فيه خير، مش هو اللي متقدم لك في الوقت ده وانت استخرتي علشانه؟ تمام. تمام. انت بتقولي ان عمك المفروض هو اللي هيكون ولي امرك بعد وفاه باباكي، هو اللي هيكون ولي امرك، وابنه هو اللي جاي يتقدم لك ولا فصل؟ ابنه هو وعمها ده هو ولي امرها، لان باباها ميت. هفصل لك رؤيه بقى كده وانت معايا. الرؤيه الاولى اللي بتقولي فيها بتلبسي ذهب، او صاحبتك اللي لابسه ذهب والناس بتبارك لك، وهما بيباركوا لها. انا شايفه ان ليكوا انتوا الاثنين مناسبتين، بس انت هتبقى مناسبتك اعظم من صاحبتك، والله اعلى واعلم. الموضوع الثاني، الوالد الجاي مبتسم وبيطبطب عليكي. بصي، هو هنا انا شايفه فعلا ان شاء الله رب العالمين هيكون لك نصيب مع ابن عمك، لان هنا العم توفى، فده الرمز عكس جاي عكسي، انك انت منتظره حد تاني غريب، لا، عمك هو اللي توفى، يبقى معنى كده هو دوت اللي هيكون لك الولايه معاه والمدى الطول العمر معاه باذن الله. على فكره، اوقات العم ما بيتوفى الاخ الاب الام، اوقات في رؤى بيبقى طيب جدا جدا على الراي. هنا الرمز ارتبط بباباكي وجاي لك مبتسم وبيطبطب عليكي، فده لا، خليكي معاه. الجزء الثاني، باباها جه واداهم فلوس، الرؤى كلها جايه برزق وخير مقبل عليكم ان شاء الله رب العالمين، توكلي على الله يا ايمان، وباذن الله باذن ربنا يكتب لك الخير مع ابن عمك، والله اعلى واعلم.